من بعد النجاح ديال شركة قصر الهلالي في تشييد وبيع المشاريع ديالها اللي منهم ذكر منازل الحسنوية، منازل الفجر ومنازل الخير واحد، اليوم جايب لكم شقق بثمن ديال 25,250,000 درهم اللي كتواجد بالضبط بمدينة مكناس وبالقلب ديال واحد من أكبر الأحياء بمدينة مكناس. كنقول لكم أعزائي المشاهدين مرحبا وألف مرحبا بكم، أجيو معايا بعدا نعرفوا الموقع فين كنتواجد والبلاصه فين كيتواجدوا هاد الميزات اللي جايب لكم طارق اليوم. في هذا المقطع غادي نشوفوا بالضبط الموقع ديال هذا العقار وشمن طريق اللي غادي تدينا باش غادي نلقاو هذا المشروع اللي كيحمل الاسم ديال منازل الخير. بالضبط كنتواجد بكم بالحي اللي سميتو تولال، عندنا هادو هما التقاوص ديال حي تولال، اللي ما عرفش يسول غير على التقاوص ديال حي تولال، مثلا كانت عنده السياره ديالو ولا الطاكسي ولا يجيب الطوبيس، راه الطوبيس اللي كيجيب لهذا الحي هو رقم 17، راه تيجي لما اظن كيجي من حمريه، وكذلك كاينين طاكسيات اللي كيجيو من الهديم. دابا راني غادي في الحي ديال تولال، هذا الحي هذا هو من اعرق الاحياء بمدينه مكناس، حي معروف المرافق كلها اللي كيحتاجها الانسان كاينين، مثلا الا هضرنا على الابناك، هضرنا مثلا على المدارس، هضرنا كذلك على المصالح من ادارات مثلا بلديه، مثلا اي حاجه كيحتاجها الانسان كاين الاسواق، والتاكسي راه كتجيب حتى لهاد الحي. والمشروع اللي غادي ليه اللي كنتوجه ليه دابا حاليا راه كيتواجد في القلب ديال هاد الحي هذا، ماشي غادي تكون بعيد مثلا على المرافق وغادي تضطر باش انك غادي تمشي على رجليك لواحد المده، مي بالعكس المشروع اللي غادي ليه دابا ان شاء الله راه كيتواجد في القلب ديال حي تولال. التيرمينوس ديال الطوبيس ديال 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 17 هو هذا، هو فين كنشوفو حاليا، كنشوفو طوبيس واقف لهاد الحافلة الصغيرة. المشروع ديال منازل الخير جوج بدا كيبان لي دابا، المشروع بدا كيبان قدامي. كنقول لكم اعزائي المشاهدين اللي بغى يجي يشوف هذا المشروع فمرحبا والف مرحبا به، وبقاو معايا باش نكملوا الفيديو ونعرفوا كل شيء. اليوم ما غاديش نشرح لكم انا فقط هذا المشروع، كنصادف معايا السي محمد المكلف بالمبيعات ديال هذا المشروع واللي كيسار بالليل وبالنهار على هذا المشروع. سيدي محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا طارق، مرحبا بك معنا، مرحبا بك في القناه ديال افي ال. الله يرحمك خويا طارق، قناه مخصصه في مجال العقار. اليوم جينا عندكم ضياف باش نقدموا للناس واحد المنتوج اللي هو مختلف، منتوج ديال الهمزه كما كنقولوا، منتوج ب 250,000 درهم، ياك سي محمد شحال دايرين الثمن ديال هاد البريطمات؟ 250,000 درهم. 25 مليون، شوفوا معايا الفرصه ديالهم كي دايره، فيهم كلهم بالكونات، كاين اللي فيها ثلاثة البيوت، كاين اللي فيها جوج، واش ممكن ناخذوا عليه نظرة إجمالية في المكتب البيع حيت شفتكم دايرين واحد لاماكيت، واش كاينة إمكانية؟ بالنسبة لاماكيت اللي متواجدة في مكتب البيع فهي مجسم مصغر للمشروع. غادي ندخلوا ونشوفوه بجوج، واخا سي محمد بغيت غير نسولك لاول وهله شنو كنشوف في هذا المشروع، كيبان لي بان عندكم واحد الجريدات كيبانوا لي هنايا، واش هذا الشيء اللي كنشوف في هذا الماكيت هو اللي غادي يكون في ارض الواقع؟ بطبيعه الحال خويا طارق هذيك جره متنفس للمشروع وغتكون ان شاء الله في ارض الواقع. في ارض الواقع جريده قدامها المتاجر ياك، وعنده وكاينين شقق اللي عندهم اطلاله على هذه الجريده ياك. بطبيعه الحال خويا طارق، وبالنسبه لهاد الشوارع واش حتى هي غادي تكون في ارض الواقع كما كنشاهدوا دابا حاليا؟ بطبيعه الحال خويا طارق بالنسبه للشوارع كما كتشوف هما شوارع كبار، يعني لي فوا ديال 15 كما كتشوف، الفوا الاولى والفوا الثانيه زائد الباركينغ. بالنسبه للوحدات السكنيه اللي عندنا كاينين خمسه ديال الوحدات السكنيه، هذه هي الوحده السكنيه رقم 1، الوحده السكنيه رقم 2، الوحده السكنيه رقم 3، والوحده السكنيه رقم 4، والوحدة السكنية رقم 5 والأخيرة. اللهم يسر. بالنسبة شنو هو هاد الشيء اللي كنشوفوا في هاد الماركت من هاد الجهة من هاد الناحية، هاد الشيء اللي مصبوغ بالقهوي ولا كيبان بحال التراب، ما هو؟ شنو هادو بالنسبة هادو بقع أرضية للمقاولين اللي بغى يستغل الفرصة ويجي ياخذ يبدا المشروع ديالو، هادو بقع خمسة بقع سكنية اللي كاينين،
المساحه ديالهم ما بين 260 حتى 302 متر. اللهم بارك. سعيد عندكم هناك على ما كنظن عندكم ايكيبمون بريفي. ايكيبمون بريفي يعني غتكون قد تكون مدرسه، قد يكون ديسبونسير، يعني اي حاجه فيها مصلحه عامه للمجتمع الساكن. بالنسبه للواجهات بنفس الطريقه اللي كنشوفوا دابا من هنا من الاعلى، نفس الواجهات غادي يكونوا في العمارات في ارض الواقع. هذا هو المشروع في ارض الواقع. هذه البوابه ديالو اللي هي بروفيزوار ديال الشانتي ولا الشونتيي زعما كنسميوه، لانه مازال هذا المشروع في اطار الانجازات النهائيه ديالو، لان من المفترض ان التسليم غادي يكون في هذا المشروع كما اكد لي السي محمد وهو باللسان ديال السي محمد. وقتاش غادي تسلموا هذا المشروع هذا؟ المشروع ان شاء الله غيتسلم في شهر 1 حتى لشهر 2 ان شاء الله 2024. كيبان لي في المدخل ديال المشروع وانا داخل اللي عندي شوارع اللي هما كبار، هاد الشوارع هادو ديال شحال؟ هاد الشوارع دابا اللي عندكم في هذا الشارع اخويا طريق ديال 15، شارع ديال 15. وهاد الواجهه هادي اللي عندنا شنو عندكم هنا؟ هادي هي الجرده اللي شفنا في الماكيت، الجرده اللي المشروع كامل يعني الساكنه كامله ديال الوحدات السكنيه بخمسه غيستافدوا منها. الجرده ممتده من هاد الجهه حتى لهاد لابارتي، وبالقرب من الجرده كاين ايكيبمون بريفي اللي شفنا في لاماكيت اللي قلنا غيقد يكون فيه مصلحه عموميه للساكنه. بالقرب من المصلحه العموميه كاينين البقع الارضيه اللي كنا شفنا هذوك اللي شفنا حتى هما البيع اللي بغى يستفسر يجي للمكتب ديال البيع عند السي محمد باش يشوف معاه هاد البقع. من اليوم انا جيت باش غادي نصور لكم الشقق وغادي نصور المتاجر. السي محمد وحنا غاديين كنشوفوا هذا المشروع هذا وكنتسارعوا فيه، المتاجر شحال عندكم تقريبا في المساحه ديالهم؟ بالنسبه للمساحه من 15 متر حتى 100 متر. من 15 حتى 100 متر مربع. يعني كاين تنوع في المتاجر، كاين فاس واحد، كاين دو فاس، كاين تروا فاس. واخا هذا اللي راني دايز محل هذا هو مكتب البيع اللي بغى يجي، فمرحبا والف مرحبا بهم، مرحبا بكم. المكتب ديال البيع راه حل الابواب ديالو طيله ايام الاسبوع ياك؟ اي اخويا طارق. اللهم بارك. غادي نكملوا اعزائي المشاهدين الجوله في هذا المشروع اللي شحال عندكم قلتي لي قبيله شحال مجموعات سكنيه؟ شحال من وحده؟ شحال مجموعه سكنيه؟ كاين خمسه ديال المجموعات السكنيه. خمسه وكل وحده بوحديتها. وكل وحده بوحديتها فيها السنديك ديالها، فيها المسائل معزوله ديالها. وقبيله فاش كنا كنهضروا انا وياك قلت لي بان هاد العمارات هادو راه ما فيهمش بزاف ديال السكان، كل باب ديال العماره شحال تقريبا فيها في المجموع؟ كل عماره شحال فيها مجموع ديال عدد السكان؟ مثلا خضينا هادي شحال دابا في العماره كيكون عندكم من 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 شقه؟ بالنسبه لهذا النموذج اللي كتشوف فيه فيه 12 ابارتمون يعني 12 شقه، بما معناه اربعه ديال لي زابارتمون في ليطاج، وكاين عندنا ما اقل يعني كاين الاكثريه فيهم ثلاثه ديال لي زابارتمون في ليطاج. اذا هذه حاجه اللي هي زوينه وزوينه بزاف، لان قلما كنلقاو مشروع اللي كيندرج في اطار السكن الاجتماعي وتلقاو فيه عدد ديال الشقق اللي هما فقط ديال ثلاثه. كنعاودها اعزائي المشاهدين هذا امر اللي هو مهم، ثلاثة ديال الشقق فقط بالطابق في العمارة، عدد السكان قليل، بحال اللي راك شاري في السكن المتوسط ولا شاري في السكن الفاخر. وبالنسبة للثمن كنأكد عليه وكنعاود هو 250 ألف درهم. وكاينين كما كتشوفوا كل عمارة دايرين لها محل أو جوج محلات كما لاحظت ياك أسمان؟ أييه أخويا طارق. جوج ديال المحلات التجارية. يعني على طول الشارع كل عمارة فيها جوج محلات تجارية. إذا أصحاب المشاريع، الناس اللي باغا تنفيستي فلوسها، هانتوما كتشوفوا مجمع سكني اللي هو كبير، راه غادي يخصهم خضار، غادي يخصهم واحد بائع الدجاج، بائع اللحم، بائع الخضار، بيسري، مصبانة، ما إلى ذلك، مقاهي. إذا فمرحبا بكم، السي محمد والأستاذة عائشة في المكتب ديال البيع كيرحبوا بكم، كيقول لكم هما رهن الإشارة، وحتى اللي بغى يتواصل معنا حنا، فنحن رهن الإشارة ديالكم، أثمنة اللي هي جد جد منافسة في السوق، محل تجاري على الشارع ديال 15 ومجموعه سكنيه اللي هي كبيره، اذا غادي يخصهم بزاف ديال الامور، وهذه هي الوجبه انا جبتها لكم اليوم. اما بالنسبه للثمن ديال هذه المحلات التجاريه اللي كتشاهدوا معايا فهو ابتداء من 7000 درهم للمتر مربع الواحد، كنعاودها، فهو ابتداء من 7000 درهم للمتر مربع الواحد، ما بين قوسين فهما محلات تجاريه اللي هما صغار مطلوبين ومطلوبين بزاف. كنقول لكم اعزائي المشاهدين اجي ندخلوا لداخل ونشوفوا هاد الشقق ونشوفوا الفينيسيون ديالهم كي دايره. استنى باش غادي نوريكم الشقق من الداخل. اذا مرحبا والف مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هاد الهميزات هادو كما قلت في الاول، هميزات بما لي الكلمه من معنى. اذا سي محمد بغيت نسولك دابا هاد النموذج ديال هاد الشقه هادي واش مازال ولا فقط حنا كنصوروا؟ مثلا شي واحد جا وبغى يشري شقه بحال هادي واش مازال كاينه ولا فقط راكم دايرينها
تيموا ولا شقه نموذجيه. لا النموذج مازال مكسر. مازال ومازال مكسر حيت عندهم كما قال لي دابا عاد كاينين وحدات سكنيه اخرى. هاد النوع هذا ديال الشقق هذا شحال كتوفر على شحال من غرفه؟ شحال فيها من بيت؟ هادو فيها ثلاثه ديال البيوت، صالون، كوزينه. هاد المطبخ هذا كيبان لي دابا راه كيبان لي بان غادي يكون مطبخ من نوعيه جديده ياك؟ بالام دي اف في البلاصه فين دير الثلاجه ديالك، بلاكارات غادي يكونوا لتحت، يكونوا بلاكارات لتحت وغادي بلاكارات الفوق. نعم. وبهذا الاطلاله هذه على هذا الشارع الرئيسي. الشارع الرئيسي وعلى الجرده. هانتوما اعزائي المشاهدين، جريده، شارع رئيسي، عندنا ستاسيون ديال الطوبيس وديال الطاكسي ما الى ذلك، والشميشه، شقق اللي هما مشمشين، كل وحده فين جات وكل وحده واخده حقها من الشميشه. وكنعاود ونعاود ناكد بان هاد الشقق بثمن ديال 250 الف درهم. عندي الغرفه رقم واحد هي هذه، غرف راه مختلفه في المساحات وكل شقه والمساحه ديالها. اللي بغيت نسولك عليها السي محمد هو بالنسبه للمساحه ديال هاد العقارات ولا ديال هاد الشقق، شحال عندكم مساحه ما بين شحال وما بين شحال تقريبا؟ غير بالتقريب بالنسبه للمساحات عندنا ما بين 58 متر حتى 72 متر. تبارك الله ما شاء الله، ما بين 58 حتى 72. 72 ما شاء الله. عندي هنا غرف، الغرفة ديال الوالدين اللي هي غرفة كبيرة، وهذا الشيء كله راه غير في إطار إنجازات نهائية، راه مازال ما كملش 100% هذا المشروع أعزائي المشاهدين. عندي هذا هو النموذج، وكاينين في صالات أخرين السي محمد كما قلتي لي دابا عاد وحنا غاديين، قلتي لي راه كاين في صالات اللي هما مختلفين في هذا المشروع. كاينين في صالات مختلفين في المشروع متنوعين. واخا ممكن نشوفوا شي وحدة أخرى؟ مرحبا. نشوفوا نموذج ثاني من هذا الشقق. وهذه راها تقريبا وصلت للفينيسيون الاخره ديالها كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للفينيسيون السي محمد واش غادي تكون نفسها نفس مثلا بلاتينو واش غادي تكون فيهم كاملين؟ بالنسبه للبلاتينيا غتكون في البلاتينيا في يعني في لابارتمون كامل. في لابارتمون كامل السقف غادي يكون بالقبس. بالقبس غادي ديروا فيه مثلا بحال هاد الزواقه هذه اللي هي زواقه روميه جديده عصريه نفس الزواقه. لا كاينين زواقات مختلفين. والابارتمون شنو فيه؟ شنو درتو فيها؟ بالنسبة للصباغة ديال البلاتينيا، بالنسبة للبيبان نفس البيبان ونفس الكوزينات. نفس البيبان نفس الكوزينات. دابا هاد الفصالة هادي حتى هي مازال متوفرة مثلا اللي كنطرحو دابا، واش مازال مثلا جا شي واحد عندكم المكتب ديال البيع قال لكم بغيت بحال هادي ماشي هي مازال متوفرة؟ مازال متوفرة. مازال كاينة. إذا أجوا أعزائي المشاهدين بداوها من الأول، عندي الباب المدخل الرئيسي هو هذا، هاد الفصالة هادي فيهم حمام ودوش والطواليت عندنا في المدخل ديال العقار، مازال ما ركبوش ليه السانيتير ديالو، مازال ما ركبوش فيه مثلا لافابو وما الى ذلك. عندنا كيتوفر هذا النوع هذا على غرفه الاولى. وشوفوا الغرف قداش تبارك الله، غرف كبار، غرف كبار. عندنا هذا السكن هذا بالصح راه كينافس الشقق اللي كتباع بثمن زايد على هذا الشيء اللي كنهضر عليه بثمن ديال 250 الف درهم. كاين شقق اللي تقريبا بنفس المواصفات كتلقاها زايده ب 5 10 تالي 11 12 مليون. اذا اليوم جبت لكم الوجيبه اللي ما خاصش الانسان بصح يفلتها. وجيو تشوفوا معايا اهم شيء اللي لقيت في هذه الشقه، وبصح كنقولوا انا متفاجئ، هي راه جات شقه بعدا جوج ديال الواجهات. ونزيدكم هي ان الحمام كاين في وسط بيت الناس وماشي بيت الناس صغير. نعم اسيدي ها انت، ها هي الفرصه جات بين يديك، جات تالي عندك اليوم مع طريق مع افائل باش انك تشري الشقه ديالك. سي محمد عندنا في هذه البرطمه هذه كنشوف بان الكوزينات هي غادي تكون من نوعيه جديده ياك، من نوعيه حديثه المطابخ. لا غتكون بالنسبه للبلاكارات غيكونوا ام دي اف كلهم الام دي اف من التحت من الفوق ولتحت. ما شاء الله. نجيو نضربوا اطلاله ولا نشوفوا اطلاله على الشارع اللي عندنا من برا. هانتوما اعزائي المشاهدين، عندي بالنسبه للستاسيون ديال الطوبيس هنايا راه تيبعد تقريبا لهذا المشروع هذا كيبعد عليه تقريبا بضعة دقائق فقط، راه هو اللي صورت دابا عاد وجي على الشارع كبير. إذا أعزائي المشاهدين كنقول لكم كان معكم طارق من قناتكم أفير، وكان معايا السي محمد. السي محمد آخر كلمة اللي ممكن نخليوها للناس اللي باغيين يجيو يشوفوا هذا المشروع. أول حاجة كنشكرك خويا طارق على هذا اللقاء. ثاني حاجة اللي بغى يجي للمشروع مرحبا به، فمكتب البيع يعني مفتوح سبع أيام على سبع أيام من 9 الصباح حتى 7 العشيه. كنقول لكم مرحبا بكم في مكتب البيع.
كنقول لك انتينا بالدور ديالي. شكرا شكرا جزيلا على الوقت. كنقول لكم اعزائي المشاهدين طارق جاب لكم الهميزه وهي الفرصه بين يديكم، ودمتم في رعايه الله ولا فيديوهات مقبله، وان شاء الله غادي نديروا المسيره الميدانيه في هذا المشروع غالبا فوق ما تفينا الشقه، راه غادي نحاول نحط لكم وتشوفوها. كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.